خلوني اخد بعضي واروح على كاس العالم للمخبوزات ده هيتعمل في فرنسا، ومصر مشاركه في كاس العالم للمخبوزات بفريق منتخب مصر من امهر الطهاة والخبازين، تحديدا تخصص مخبوزات. احنا رايحين ننافس في فرنسا؟ ده 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 احنا ده احنا مفتريين قوي. خلي بالك الفرنساويين والطلاينه دول عبقره خبيز يعني. طب خلونا ناخد معانا الاستاذ مدحت عاكف المدير التنفيذي لفريق منتخب مصر للطهاة الذي يشارك في هذا الحدث شديد الصعوبه. ازيك يا استاذ مدحت؟ اهلا استاذ يوسف، ازي حضرتك؟ ازاي الصحه؟ كله تمام؟ كله 100 100 الحمد لله زي الفل. احنا داخلين ننافس في فرنسا مره واحده؟ لا، على مرتين مش مره واحده، لان كان في قبل لازم يكون في تنافس قبلها، وبعدين دي تاني مره، دي مش المره الاولى، دي الحمد لله تاني مره تانيه يعني. حلو جدا. كاس العالم للمخبوزات اللي بيضم 12 دوله تقريبا من العالم، يعني كل قاره بتطلع ثلاث دول، افضل ثلاث دول عندها بتعمل تصفيات وتطلع افضل ثلاث دول عندها. اصل يقول لك الواحد ممكن يشم رائحه المخبوزات الفرنسيه من على بعد كيلو، فاحنا رايحين نلعب على ارض الفراوده. ده حقيقة، ولأنه هناك مش شرط فرنسا اللي تطلع الأول أو تاخد هي كأس العالم، يعني الدورة اللي فاتت 2020 يعني طلعت المركز الخامس، يعني يعني مش المركز الأول ولا الثاني ولا الثالث. ماشي، بس حققنا حاجة. الحمد لله، الحمد لله فضل ربنا. يعني احنا طبعا حتة يعني احنا نحقق حاجة ديت محتاجة طبعا تفاصيل كتيرة، يعني محتاجة دعم ومحتاجة تدريب ومحتاجه تفاصيل كتيره يعني، بس الحمد لله المشاركه في حد ذاتها طبعا حاجه مش قليله، اللي انت بتمثل قاره مش بتمثل دوله بس يعني. احنا بنمثل افريقيا في المسابقه. افريقيا بيمثلها ثلاث دول، احنا كنا مثلا الدوره اللي فاتت كانت مصر والمغرب وكوت ديفوار مثلا على ما اذكر، يعني اللي هو كل سنتين. المره دي احنا معانا مصر ومعانا المغرب ومعانا كوت ديفوار ومعانا السنغال، دول قاره افريقيا. طب اشرح لي بقى يا استاذ مدحت، احنا لما بنروح نشارك بيفرض علينا مخبوزات معينه نعملها، ولا احنا بنختار مخبوزات نشارك بيها؟ هقول لحضرتك، هقول لك اولا في رولز بيتبعت قبلها بفتره طويله جدا، والرولز ده بيتراجع من اللجنه نفسها المنظمه والمحكمه. الرولز ده بيبقى فيه انواع او فيه اقسام، قسم منهم الخبز البلده او الخبز يعني اللي هو الحاجه التراثيه بتاعت باريس. حلو. بتاعت فرنسا. أوكي. منهم حاجه من بلدك، حاجه من بلدك انت، تجيب حاجه من بلدك، خبز من نوع خبز من بلدك وتقدمه. منها الحاجات العالميه يعني هو في شوبيس بيتعمل شوبيس من المخبوزات، والشوبيس بيبقى ليه فكره او ليه موضوع بيتكلم عنه يعني. فهم طبعا كل الدول لازم تعمل خبز الباجيت اللي هو الفرنسي، ده شيء اساسي طبعا. اوكي. والكرواسو والدانش، ده المخبوزات الفرنسيه ركن اساسي. أوكي. في البطوله يعني. حلو جدا. احنا بقى مشاركين بايه من عندنا؟ من حاجتنا. مشاركين بايه من عندنا؟ احنا شاركنا عندنا في يعني احنا مره عملنا الخبز اللي هو ال الفطير مشلتت كده. المره دي اللي هو يعني فطير مشلتت ولا العيش المرحرح ولا شمسي ولا بتاو؟ لا يعني عملنا احنا عيش بالفول الاخضر. عيش بالفول الاخضر. والزيت الحار. وزيت حار ده عيش؟ عيش. لا عيش لازم اجربه ده. معمول بالفول الاخضر اللي هو الفول الحراسي يعني. عارف طبعا. بيطحن ويتصفى وبياخد منه كده اللون الاخضر بتاعه ويتخبز بيه الكلوروفيل بتاعه ويتخبز بيه العيش يعني. عظمه 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 عظمه، شيء اكتر من رائع. المره دي احنا مشاركين بحاجه معينه ولا لسه ما استقرناش؟ لا احنا المره دي احنا لعبنا، احنا المرة دي احنا دخلنا بالعيش الشمسي. لا مش الشمسي احنا المرة اللي فاتت. المرة دي انا هكلم هقول له كوتش جنبي يغششني بس يعني. معلش والله احنا ما بننامش من قبل البطولة اصلا. انا عارف والله. كان الله في العون. كان الله في العون. على كل انا عايز اشكرك جدا يا استاذ مدحت. ربنا يخلي حضرتك رب. شدوا حيلكم. اولا احنا اللي بنشكرك انك يعني اهتميتوا بالموضوع. لا انا اهتم جدا.
نهتم لسببين. اولا اقول لحضرتك الحاجه، اولا مبدئيا هو قنوات كل الدول اللي مثلا احنا كان معانا كوريا، فقناه من كوريا بتصور طبعا، التلفزيون الفرنسي بيصور. انا عندي ميعاد بكره مع كوتش الفريق، وده بس جوزيف يعني، في الشيخ ابراهيم غوش في اذاعه مونت كارلو في المبنى يعني نفسه، يعني يا عيني. وبنطلع مباشر من هناك، بنطلع على الهواء من هناك. شرفنا بالزياره مثلا معالي السفير فرنسا، سفير مصر فرنسا. فيعني لا الحمد لله يعني. والله استاذ مدحت لو عاوزين حد يدوق قول لي وانا جاي يا باشا. تنورنا انا حبيبي. يا سلام، تعالى اتفضل ودوق زي حضرتك زي ما انت عايز حبيبي. يعني حبيبي ربنا يخليك، ربنا يوفقكم باذن الله. 10 على 10 و100 100 وهنحط عليهم باذن الله. اشكرك جدا استاذ مدحت عاكف المدير التنفيذي لفريق منتخب مصر للطهاه.